والله ما لها مناص عن الرياض. كل الطرق وبالتحديد طرق الإبداع وطرق المستقبل تؤدي إلى الرياض، تؤدي إلى نجد العذية. والردو هيت واخطاها الدليلة، والموارد غير هيت مقضباتي. مثل ما ورد معزي ضمر الجيش الهيت شعب طويق وعلى رأسه أبو سلمان يورد إكسبو لنجد العذية. إكسبو والعالم أجمع يختار الرياض. في باريس بلد لويس السادس عشر يختار العالم ويختار إكسبو الرياض ليتحدث باللهجة السعودية وليحتسي القهوة السعودية وليرقص العرضة السعودية، لأن الرياض هي الأجهز، ولأن الرياض هي الأفضل، ولأن الرياض هي المستقبل. مبروك على إكسبو هذا الاختيار، ومبروك لشعب طويق هذا الانتصار وهذا الافتخار وتسلسل الأمجاد وتسلسل النجاحات. وكأننا في هذه الحقبة من التاريخ والفترة من الزمن، فترة الإنجاز وفترة النجاح. نقادنا الأعزاء، اليوم نحن نشعر بالفخر ونشعر يعني بالامتنان، ونحمد الله على كل شيء قبل ذلك وذاك، ونقول مبروك عليكم ومبروك علينا اختيار إكسبو 2030 للرياض عاصمة الإبداع وعاصمة المستقبل. أبو يوسف، مشاعر الفخر. والله أولا نتقدم بالمباركة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وللشعب السعودي العظيم على النيل وفوز مدينة الرياض بتنظيم إكسبو 2030، هذا الكرنفال الاقتصادي العظيم الذي سيضخ في عجلة الاقتصاد. كون أن مدينة الرياض ستستضيف أكثر دول العالم، أكثر من 200 دولة على مدى 6 شهور، كل دولة تقدم أجمل ما لديها وأفضل ما لديها في مجال الاقتصاد، هذا سيعزز الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وسيطرح وسيجعل الأنظار على مدينة الرياض. في ملف اللي قدم أنه اللجنة المنظمة متوقعة قرابة 40 مليون زائر لهذا المهرجان. يا سلام. الدولة خصصت قرابة 500 مليون دولار كدعم لمن يعجز عن القدوم إلى هذا المهرجان، فهي إن شاء الله بتكون نقلة. وأبارك وأعيد وأكرر وأبارك لجميع أبناء هذا الشعب العظيم اللي قال عنهم سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية إن لدينا همة طويق، وفعلا يعني اليوم أثبتنا للجميع، والإنجازات قادمة بإذن الله. عزيز، وكأحد الشباب في هذا المجتمع المعطاء، المجتمع الفعال، المجتمع الذي يتحدى الجميع ليكون وكأنه الوحيد على كوكب الأرض، وش رايك يا عزيز في هذا الانجاز؟ يا هلا ومرحبا. في البدايه صبح الساده المشاهدين وعليكم اخوان النقاد. صراحه انجاز عظيم، وانا جدا فخور بهذا الانجاز، وباذن الله سنه 2030 بيصير شيء ما صار باذن الواحد الاحد باذن الله. وفيها موضوع اللي صاير هالفتره خصوصا الاشكاليات اللي صايره مع وازع. بالبداية أنا تابعت الفيديو واكتشفت أني أنا فعلا غلطان، وأنا أقدم اعتذاري لوازع وللسادة المشاهدين على الكلمة اللي بدرت مني بلحظة غضب. ومن اليوم بإذن الله بنفتح صفحة جديدة. شكرا عزيز، والاعتذار من شيم الكبار هكذا يقولون. أبو علي، أول شيء صبحك الله بالخير ومبروك على هذا الإنجاز. يا هلا وسهلا أخوي الغالي سالم، و أصبح عليك وعلى الزملاء الكرام وعلى السادة المشاهدين وعلى المتسابقين، وحياكم الله. الليلة ليلة غير، الليلة ليلة فرح وليلة سرور وامتداد للفرح والشموخ والاعتزاز اللي نعيشه الحمد لله منذ أن تأسست هذه الدولة العظيمة. الأمير محمد بن سلمان و
الملك سلمان الله يحفظهم ويرعاهم. كلام الأمير محمد يقول احنا عندنا همة مثل طويق، ما راح تروح الهمة هذه لين ينهد طويق، وطويق ما هاده الا رب العالمين سبحانه. فالحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، والله أننا نفخر وأبناءنا يفخرون وإخواننا وكل من يحب السعودية أن يفخر. هذه رسالة لكل من يشكك ولكل من يحاول أن يزعزع أو يحاول أن يتكلم كلام غير صحيح. فالحمد لله رب العالمين، رب العالمين معطينا على نوايانا وعلى الشيء اللي يقدم، والحمد لله رب العالمين. أنا فخور اليوم وأقول اللهم لك الحمد والشكر على نعمة السعودية وعلى نعمة سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان من حفظ الألقاب. اللهم لك الحمد على نعمه وآلائه. الشباب أيضا استقبلوا هذا الخبر كما استقبل الشعب السعودي خاطبة هذا الخبر بفرح وسرور واعتزاز وفخر، وكانت مشاعر الفرح